السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معاكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم على الأحد 27/2 فبراير 2022 في الجولة 26 من الدوري الإسباني. اليوم متابعين الكرام كان عندنا أربع مباريات. فياريال فازت على إسبانيول 5-1، أحرز هدف فياريال. جيسوس سانتوس في الدقيقة 14 ونفس اللاعب في الدقيقة 20 ونفس اللاعب هاتريك في الدقيقة 45 ونفس اللاعب سوبر هاتريك في الدقيقة 53، وبلايديا في الدقيقة 86 سجل هدف وحيد بعد أربع أهداف لسانتوس. إسبانيول سجل الهدف كايدي باري في الدقيقة 65. إشبيلية فازت على الريال بيتيس 2-1، أحرز دفاع إشبيلية إيفان راكيتيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 24، والنجم طبعا المغربي منير الحدادي في الدقيقة 41. هدف ريال بيتيس عن طريق كاناليس في الدقيقة 94. متابعينا الكرام، ريال سوسداد فاز على أوساسونا 1-0، أحرز الهدف أريتز اليوستوندو في الدقيقة 52. برشلونة فازت على أتلتيك بلباو 3-0، والمباراة لسه شغالة في الدقيقة 92 أهو، أحرز الأهداف أوباميانج في الدقيقة 37، عثمان ديمبلي في الدقيقة 73، ولوك ديونج في الدقيقة 90. وأنا شايف إن تشافي هرنانديز عامل شغل عالي أوي مع برشلونة، بسم الله ما شاء الله. خلينا نتعرف على المباريات السابقة. يوم الجمعة بدأت الجولة 26، ليفانتي فازت على إليتش 3-0. أمس السبت 26 فبراير، مايوركا خسرت من فالنسيا 0-1، ختافي تعادلت أمام ديبورتيفو ألافيس 2-2، رايو فايكانو خسر من ريال مدريد 0-1، أتلتيكو مدريد فاز على سيلتا فيجو 2-0. أنا عندي وعدي بالنسبة للفائزين معانا في المسابقة الرياضية، بس بعد المباراة ما تخلص هتشوف النتيجة كام. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 27/2/2022. متابعينا الكرام، ده صدر الدوري حاليا في المركز الاول ريال مدريد ب 60 نقطه، اشبيليه في المركز الثاني ب 54 نقطه، ريال بيتيس المركز الثالث ب 46 نقطه، برشلونه بعد هذا الفوز في المركز الرابع ب 45 نقطه ولها مباراه مؤجله كمان، اتلتيكو مدريد المركز الخامس ب 45 نقطه، فياريال المركز السادس ب 42 نقطه، ريال سوسيداد المركز السابع ب 41 نقطه، اتلتيك بلباو المركز الثامن ب 37 نقطه، فالنسيا المركز على فكره الرابع جه لبرشلونه كده، نتيجه 4-0 يا جماعه. اتلتيك بلباو المركز الثامن ب 37 نقطه، فالنسيا المركز التاسع 33 نقطه، سيلتا فيجو المركز العاشر ب 32 نقطه، اوساسونا المركز ال 11 ب 32 نقطه، رايو فايكانو المركز ال 12 ب 31 نقطه، اليتشي المركز 13 ب 29 نقطه، اسبانيول المركز ال 14 ب 29 نقطه، ختافي المركز ال 15 ب 27 نقطه، مايوركا المركز 16 ب 26 نقطه، غرناطه المركز 17 ب 24 نقطه، ديبورتيفو الافيز المركز ال 18 ب 21 نقطه، قادش مركز ال 19 ب 20 نقطة، وليفنت المركز ال 20 والأخير ب 18 نقطة. خلينا نشوف مين اللي سجل الهدف الرابع لبرشلونة. ممفيس ديباي يا جماعة هو اللي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 94. كده نتيجة برشلونة وأتلتيك بلباو 4-0 حتى الآن. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين أبو إبراهيم كريم بنزيما في المركز الأول لاعب ريال مدريد ب 19 هدف، المركز الثاني يونس أونال لاعب ختافي ب 13 هدف، المركز الثالث راؤول دي توماس لاعب اسبانيول ب 13 هدف أيضا، المركز الثاني ايضا يعني، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد، والمركز الثالث خوان من لاعب ريال بيتيس ب 12 هدف، وخوسيلو لاعب ديبورتيفو الافيز، والمركز الرابع انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد ب 11 هدف، وياغوس باس لاعب سيلتا فيجو، والمركز الخامس غونزالو غوديز لاعب فالنسيا ب 9 اهداف، ولويس سواريز لاعب اتلتيكو مدريد، ومنفذ دبي بعد الهدف اللي سجله اليوم طبعا لاعب برشلونه، وبعد كده اكتر من لاعب عندهم 8 اهداف. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناعة الأهداف أبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد أيضا في المركز الأول صنع 9 أهداف، يتساوى معه أوسكار تريخو لاعب رايو فايكانو، والمركز الثاني مونيوين لاعب أتلتيك بلباو صنع 7 أهداف، وخورخي دي فروتوس لاعب ليفانتي، والمركز الثالث دانيال باريخو لاعب فيريال صنع 6 أهداف، وجوردي ألبا لاعب برشلونة، نبيل فكر لاعب ريال بيتيس، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد. خلينا نشوف آخر حاجة كده نتيجة مباراة برشلونة كام لحد دلوقتي. المباراة انتهت لصالح برشلونة 4-0. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.